بين ليلى وضحاها انقلبت حياتها بعد أن كانت أيقونة وادي سيليكون وأصغر مليارديرة في العالم. إليزابيث هولمز عليها الآن أن تستيقظ كل صباح في الساعة 6 صباحا وأن تشغل وظيفة براتب أقل من 0.12 دولار، يعني أقل يعني 12 سنت أي تقريبا في الساعة الواحدة. تتشارك أيضا مرافق الاستحمام في سجن جنوب تكساس. هذه الفتاة ستقضي 11 عاما من حياتها خلف القضبان بعد إدانتها بتهم متعددة، بينها الاحتيال على المستثمرين خلال إدارتها شركة ذا ريزنز لمنتجها المتعلق باختبار الدم. قصة إليزابيث على فكرة ملفتة جدا، عملوا كتير وثائقيات أفلام وثائقية عن الموضوع، وهي يعني الفكرة بحد ذاتها فعلا رائعة، ولكن بدنا نشوف هلا شو الصدق شو صار معاها بالضبط. طيب. لانه من هي هذه الفتاه إليزابيث هولمز؟ مشاهدينا، هذه المليارديره الصغيره التي خدعت العالم. انشات هولمز شركه ثيرانوس للتشخيص الطبي عام 2003 مروجه لاجهزه اعتبرت ثوريه وقادره بحسب ما ادعت على اجراء اختبار طبي بالاستعانه ببضع قطرات من الدم فقط، وهي طريقة أسرع وأرخص من المختبرات التقليدية الطبية. بعد سنوات من الدعاية الخادعة استطاعت الشركة جمع قرابة مليار دولار من المستثمرين وإنشاء مجلس إدارة مؤثر يضم مسؤولين كبار سابقين. طبعا وصلت الشركة إلى القمة مشاهدينا في عام 2014 بقيمة تقديرية بلغت في ذلك الوقت 9 مليارات دولار، لتحصد وقتها لقب أصغر مليارديرة عصامية في العالم من مجلة فوربس وخليفة ستيف جوبز من جهة إعلامية أخرى أيضا. هذه الفضيحة انكشفت عندما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجهاز الموعود من الشركة لا يعمل كما ينبغي. بالفعل جاء عام 2018، وفي هذا العام اتهمتها وزارة العدل الأمريكية مع شريكها بسلسلة من الجرائم. هولمز اعترفت بارتكاب أخطاء لكنها أنكرت وبشدة ارتكاب أي جرائم. اليوم لم يتبقى لها أي طريق آخر تتبع سوى ذلك الذي سينقلها إلى السجن بعدما يقرب من 20 عاما من تأسيسها لشركة ثيرانوس. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.